عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. رعد على المركز الاول سالم بن مطر بن حاذا الكتبي يتقدم ويقدم رعد على المركز الاول، اصيل القادم على المركز الثاني لعبد الله بن عنبر بن ذويب العامري، المركز الثالث ضاري لمطر بن سعيد بن مرير الكتبي، والمركز الرابع المدير لسعود بن جابر بن حمد الحنزاب المري قادم على المركز الرابع. خامس المراكز طفي لحمد بن سلطان بن مرهان المنصوري، والمركز السادس شامي شامي قادم حمدان بن محمد بن خليفة بالهول المهيري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس. سابع المراكز مزاج حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي يتقدم مع مزاج. المركز الثامن السنافي سالم بن عبيد بن طماش المنصوري قادم على المركز الثامن. تاسع المراكز السليماني لحمد بن راشد بن حمد بن ودير الكتبي، والمركز العاشر الشامخ القادم مبارك بن محمد بن نصرة العامري. هكذا هي النتيجة الأولى للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام في شوط ختام اللقاية، في شوط الختام ختام أشواطنا في صباح هذا اليوم مع سن المفاجآت في الخمسة كيلومترات، عودة إلى الصدارة إلى المقدمة والمركز الأول اللي غير المدير، استلم المقدمة والمركز الأول سعود بن جابر بن حمد الحنزاب المري يتقدم مع المدير على المركز الأول. أصيل القادم أصيل على المركز الثاني، عبد الله بن عمبر بن دويب العامري القادم على المركز الثاني. بن حاذة يأتي مع رعد سالم بن مطر بن حاذة الكتبي على المركز الثالث، والمركز الرابع ضاري القادم بن مرير يسجل حضوره مع انطلاقة ضاري مطر بن سعيد بن مرير الكتبي ما شاء الله. تابع المركز الخامس والواصل مطفي حمد بن سلطان بن مرهان المنصوري يقدم انتاج مركز الابحاث بمدينة العين. يا سلام يا سلام يا سلام، 2 كيلومتر غادرناهن في هذه اللحظات. شامي شامي بن قحيد قادم حمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري قادم بنتاجه الفاخر على المركز السادس. سابع المراكز مرموق، أول نداء لشعار عبيد بن نادر بن عبيد بن مردد القادم من القادم بالضبيعة يتقدم مع الأسد سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي. شوف الأسماء، تابع مي سيافة جميل بن عبد الله بن محمد العويسي والناوي الناوي محمد بن طارش بالقوبع الحميري ما شاء الله. وصل شاهين وصلوها لند الشبه على المركز العاشر. سيف بن مطر بن سيف باللاحج الهاجري يقدم شاهين. هكذا هي النتيجة، غادرنا المنعطف الأخير، غادرنا المنعطف الأخير. أهل الإنتاج أهل الإنتاج، ناموس الإنتاج غير، المرموم غير، عودة إلى الصدارة. أصيل أصيل اللي غير عبد الله بن عنبر بن ذويب العامري يتقدم على المركز الأول. المدير القادم سعود بن جابر بن حمد الحنزاب المري القادم على المركز الثاني. وين الموقع؟ خلاص بنقول الكيلو الأخير، شوط الختام شوط الختام. من المرموم إلى وين؟ هل ند الشبه قادمين؟ هل ند الشبه؟ سيف بن مطر بن سيف باللاحج الهاجري يقدم شاهين. من القادم على المركز الرابع؟ يتقدم سيافة سويدان بن سعيد بن حضير الكتبي. لكن ما شاء الله راعي والم، راعي العديد والعديد من الأسماء،
ملهم 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 عامر بن محمد بن زايد المنصوري وصل في هذه لحظات الغزال سالم بن علي السبع الدرعي. لكن خلاص شوط الختام من المرموم من المرموم إلى وين؟ إلى المظفرة إلى الظفرة إلى الظفرة. حتى هذه اللحظات ملهم ملهم على المركز الأول ملهم على الصدارة عامر بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول بدون أوامر ولا تعليمات عصاف الإبطان. المركز الثاني أصيل أصيل عنبر عبد الله بن عنبر بن ذويب العامري قادم على المركز الثاني. ولكن ملهم ملهم واللحظات الأخيرة ملهم والأمتار الأخيرة. وين سلام يا هالي إنتاج من المرموم إلى الظفرة من المرموم إلى الظفرة. النقطة الثانية النقطة الثانية لشعار عامر بن محمد بن زايد المنصوري سلام يا الظفرة سلام. المركز الثاني يصيل لعبد الله بن عمرو بن ذويب العامري. المركز الثالث سياف لسويدان بن سعيد بن حضيرم للتبي. المركز الرابع مزاج لحمد بن محمد بن حميد الفلاسي. المركز الخامس الغزال لسالم بن علي السبع الدرعي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني ولحظات وصول ملهم خاطفا آخر أشواطنا من المرموم إلى الظفرة مهدي الناموسي شوطنا الخامس والعشرون ضمن أشواط الإنتاج القعدان المهجنات الأصايل في سن اللقاية عامر بن محمد بن عامر المنصوري. شكرا عامر بن محمد بن زايد المنصوري. 7:39 بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لعامر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع في هذه اللحظات مركزنا الثالث مع التوقيت الزمني اللي وصل على المركز الثالث 7:40.7 هو توقيت سياف لسويدان بن سعيد بن حضيرم الكتبي. هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس للجميع.